من أكثر من 30 سنة، الضفة الجنوبية لبحيرة فورترزي بالنمسا تتحول خلال شهر أيار لمحطة تلاقي لمجموعات كبيرة من محبي سيارات غولف جي تي آي من مختلف أنحاء العالم، بيبلغ عددها التراكمي حوالي 200 ألف شخص. وهالمناسبة المميزة من تنظيم فولكسفاجن يلي هي بالطبع وراء ابتكار الفئة جي تي آي، صارت تقليدياً محطة للكشف عن طرازات جديدة أو عن سيارات نموذجية وكونسبت للمرة الأولى. وبدورة سنة 2015 ويلي قام موتور شو بتغطيتها عبر حضوره بالنمسا، أطلقت في دبليو سيارتين جديد هن غولف جي تي آي كلاب سبورت وغولف جي تي اي سبورت، والسيارتين بيهدفوا للدلالة على تراث طرازات غولف جي تي اي ديناميكي والرياضي، وبنفس الوقت بيعطوا فكرة عن الاتجاه المستقبلي لهالفئة المميزة من إنتاج شركة فولكسفاجن الألمانية. بالنسبة للغولف جي تي اي سبورت، فهي سيارة نموذجية مميزة تعطي فكرة عن مستقبل الفئة جي تي من في دبليو بفضل الابتكارات والتقنيات والأنظمة المتطورة المعتمدة فيها، علماً أنها بتجمع بنفس الوقت بين النفس الرياضي والطابع الاقتصادي والصديق للبيئة ومستلزمات القيادة اليومية المريحة. وبتستخدم غولف جي تي اي سبورت نظام دفع هجيني من فئة بلاج إن هايبرد، بيتضمن 3 محركات وبيولد قوة حصانية مرتفعة. بالنسبة لمحرك البنزين فهو بسعة 1.6 لترات مع توربو ومع نظام بخ مباشر للوقود، وهالمحرك المأخوذ من بولو آر دبليو آر سي بيولد وحده 299 حصان و400 نيوتن متر، ومع مساعدة محركين كهربائيين، واحد بالأمام والتاني بالخلف، ارتفعت القوة الإجمالية لتبلغ 400 حصان، والعزم أو التورك اللي بيبلغ 670 نيوتن متر. ومن ضمن أبرز مميزات غولف جي تي اي سبورت كمان استخدام مكثف للكربون بصنعة بهدف خفض وزنه وتحسين الفعالية الديناميكية العامة، وهالشي سمح بتأمين أداء كتير قوي ونشيط، خاصة إنه الوزن الخفيف بيترافق مع طاقة دفع عالية. وبلغة الأرقام من الممكن التسارع من 0 لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 4.3 ثواني، مع سرعة قصوى بتوصل ل 280 كيلومتر بالساعة، وهالشي بيتطلب اختيار وضعية الدفع الأقوى ويلي بتحمل اسم جي تي اي مود، ويلي بتأمن عمل المحركات الثلاثة بنفس الوقت. وبيكتمل الأداء الديناميكي بفضل نظام تبديل للنسب كتير سريع ودقيق، وكمان من خلال نظام دفع بالإطارات الأربعة بتحكم إلكتروني كامل، بيلعب دور كبير بتأمين أفضل توازن ممكن بمختلف ظروف القيادة. ومستوى الثبات والتماسك بيتعزز بفضل خطوط انسيابية وتصميم رياضي مدروس من كل الزوايا. ومن ضمن المميزات التصميمية أبواب تنفتح للأعلى وإطارات قياس 20 إنش ومصابيح إضاءة LED كتير جذابة وباب خلفي بيفتح بأسلوب مبتكر. وبالانتقال للمقصورة، كل المكونات وخاصة الوضعية المميزة للمقاعد تعكس الطابع الرياضي الخاص بحلبات السباق، مع توفير رؤية كتير واضحة للسايق بمختلف الاتجاهات. وهالسيارة كوب مزودة ببيبين وبمقعدين داخل الكابين. واللافت انه غولف جي تي اي سبورت الاختبارية تتحول بلمسة زر لنظام دفع كهربائي بيسمح بعبور مسافة بطول 50 كيلومتر تقريبا من دون التسبب بأي تلويث للبيئة. أما في حال استخدام نظام الهايبريد للقيادة العادية والهادية نسبيا، تبلغ نسبة الاستهلاك حوالي لترين لكل 100 كيلومتر بس. وفينا نقول انه غولف جي تي اي سبورت كونسبت
هي نموذج للسيارة الرياضية والاقتصادية بنفس الوقت، وكمان نموذج للسيارة المستقبلية الوفية لتراث جي تي من في دبليو. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.